دعنا نذهب إلى لجان المقاومة، وفي الخبر الثاني من الانتباه ومنها نقرأ: لجان المقاومة تكتيكات جديدة بالمليونيات المقبلة خلال يونيو. أفصحت لجان المقاومة عن إعداد تكتيكات جديدة لما لم تصف عنها ربما تستخدمها خلال المليونيات المقبلة. وقال المتحدث باسم لجان مدينة الخرطوم حسام علي للانتباه أمس إن المفاجآت القادمة ينظمها المكتب الميداني للمواكب، في حين رفض الكشف عنها الآن إلى حين تنفيذها في بداية شهر يونيو. وهذه هي يعني ما مضت إليه لجان المقاومة وأعلنته. أستاذ وليد، يعني لجان المقاومة تشير إلى تكتيكات جديدة، هل ما زالت يعني هذه التكتيكات تستمر وماضية في الاحتجاجات وأعلنت عن هذه التكتيكات، برأيك ما المتوقع للاحتجاجات القادمة؟ أولا لجان المقاومة لهم تكتيكات، وفي الفرصة الأخيرة تضاءلت بعض المليونيات التي تخرج، واستطاعت القوات الأمنية أو قوات الشرطة إنها تحد من الوصول لجان المقاومة إلى وسط الخرطوم أو إلى القصر الجمهوري. بدأت كانت الشرطة تنطلق من باشدار، من منطقة التي كانت نقطة التجمع للجان المقاومة. لجان المقاومة من خلال الثلاث سنوات الماضية هم أخذوا خبرة كافية في كيفية التعامل مع المليونيات، وكيفية الخروج، وكيفية مفاجأة قوات الأمن التي تطاردهم. أولا يونيو، الثالث من يونيو، هو ذكرى أليمة جدا للجان المقاومة في اجترار ذكرى مجزرة القيادة العامة. هذا اليوم له تأثير كبير جدا في نفوس الشباب، وجائز من التكتيكات التي لم يفصحوا عنها تكون خروج الثوار بأعداد كبيرة في عدة مدن مختلفة في آن واحد. ممكن تتغير نقاط التجمع المعروفة التي عرفت، وحتى أصبحت محل تندر من كثير من السياسيين وكثير من قادة الانقلاب يتحدثون عن الاحتجاجات هي ثلاث شوارع فقط أو ثلاثة مدن. هذه العبارات الاستفزازية ربما تجعل من هؤلاء الشباب أنهم يفكروا بطريقة أخرى، وبأنهم سيتخذون من المليونيات ومن المفاجآت ما يذهل أو ما يربط حسابات قادة الانقلاب. طيب لجان المقاومة يعني ما زالت بعيدة عن طاولة التفاوض، ألا يؤثر ذلك على أي اتفاق متوقع عبر التفاوض، خاصة وأن يعني إجراءات رفع حالة الطوارئ وما يشير لذلك ربما يقود إلى ملف للتفاوض من جديد؟ لجان المقاومة حسب آخر فيديو مقطع متداول للشهيد على الدين شهيد الكلاكلا أنهم هم لن يرفضوا التفاوض مع المؤسسة العسكرية كمؤسسة، ولكنهم يرفضون التفاوض مع قادة المكون العسكري الخمسة الموجودين على سدة الانقلاب الآن. هذه واحدة من شروط لجان المقاومة، بأنهم لا يرفضون التفاوض مع المؤسسة العسكرية، وإنما يرفضون التفاوض مع قادة المكون العسكري الموجودين حاليا. ولجان المقاومة عندما تنظر إلى منذ تاريخ فض الاعتصام ثم الأعداد الشهداء بعد 25 أكتوبر أكثر من 100 شهيد هم كلهم الشباب، هذه واحدة من الأسباب التي تجعل لجان المقاومة يتمسكون ويصرون على أهدافهم التي هم يرونها تحقيق لن تتحقق إلا باكتمال نقل السلطة المدنية، التحول المدني الديمقراطي الكامل. وعندما يتحدثون عن نقل السلطة المدنية هم يتحدثون عن نقل السلطة السياسية، واتخاذ القرار السياسي يجب أن يكون بيد المدنيين لا بيد العسكريين. طيب يعني سؤال أخير، لآت اللجان المعروفة وهي الثابتة أو الثابت منذ انقلاب 25 أكتوبر، هل هذا الموقف قابل للتراجع إذا تراجع العنف في الشوارع؟ هو ليست نقول أنه
قابل للتراجع، ولكن هو لأي تفاوض أو لأي معركة مستمرة يجب أن يكون هنالك جلوس. ولكن لجان المقاومة رغم أنها ترفع اللاءات الثلاث، ولكن حددت أنها عندها لحظة محددة هي ستجلس، ولكن لن تجلس مع قادة المكون العسكري الموجودين حاليا. فبالتالي أن لجان المقاومة لديهم خيارات ولحظات يحسبونها ويعرفونها جيدا. هذا الحراك هو أربك الوضع الاقتصادي وأربك المشهد السياسي، وحتى القوى السياسية الآن هي أصبحت لا تستطيع أن تقف في وجه لجان المقاومة، أو لجان المقاومة هي التي تحرك الشارع، وهذا الشارع لم يهدأ منذ 2019. ظل هؤلاء الشباب في طرقات ورافعين هتافهم إلى أن يصلوا إلى ذلك. النقطة التي يجب أن يفهمها الجميع، سواء كانوا سياسيين أو قادة أحزاب أو قادة قوات أمنية أو قوات مسلحة، أن المعركة الحالية التي يقودها الشباب هي معركة جيل ضد أجيال، وليست معركة سياسية أو معركة بين عسكريين وعسكريين، ولكنها معركة بين جيل يتطلع إلى تحقيق المدنية وتحقيق التحول المدني الديمقراطي الكامل، وبين جيل يركن إلى الدولة القديمة أو إلى السلطة الاستبدادية.